وفي سياق متصل قال رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري إن عودة حركة التشغيل مع الجانب الروسي والتي تبدأ بالقاهرة تعد خطوة جيدة ومبشرة بعودة الحركة إلى سابق عهدها للمنتجعات المصرية. وأضاف الدميري أن مصر لديها الفرصة لإعادة تشكيل السوق الروسية بطريقة مختلفة عما كانت عليه في السابق وتقديم منتجات جديدة بمستويات خدمة أعلى والابتعاد كذلك عن سياسات الأسعار المنخفضة. وأكد رئيس الهيئة أن استراتيجية الهيئة التسويقية في السوق الروسية في الوقت الحالي ستركز على مجموعة من الفعاليات السياحية منها تنظيم القوافل السياحية ونشر العديد من المحتويات عن المقصد المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما سيتم الاعتماد في البداية على حملات العلاقات العامة ودعوة الشخصيات المشهورة والمؤثرة في السوق الروسية، مشيرا إلى أن هذه الحملات ستبدأ في أقرب فرصة.